مقصد التبيين يا ابو ابراهيم؟ توضيح. فانتم تكلمتوا عن المعاقين قبل شوي، قلتوا انه في معاقين نشوفهم بعيوننا انه معاق، يعني انسان على عربيه وانسان فيه عرجه او فلان، في معاق اللي احنا نسميه صحيحين يعني في المجتمع موجودين الحين، يعني انسان طيب وحبيب وذا، لكن ما اعطاه الله تمام الامور. تشوفهم بالمساجد احيانا ونشوفهم ببعض الاماكن ونرحمهم، فيعني قلنا لهم، فقلت حاجاتهم للعطف واللطف واللين، حاجاتهم للعطف واللطف واللين اشد من حاجات لقمه عشاهم، احساسهم مرهف ولا هم بليدين صادق، لكن تبلد حسنا محتواهم، قلوبهم بيضاء من الغش خالين، وجيههم تنطق بخافي خفاهم، نزواتهم ما هي بنزوة مجانين، يمكننا حنا سبايب بلاهم، تغافلي عما تشوفين يا العين، يا كبر عقل وقلب منه حواهم، إن شافهم بالصف معنا مصلين، وتلفتوا ما قال دولا وراهم، ونرفعوا لأصواتهم قالوا آمين، من دون كلمة بل إشارة نهاهم عن الغلط، يقول دولا مساكين، ما لامهم بالعذل ولا شناهم، يا ناس بالحسنى وقسط الموازين وبذل السبب، لابد نلقى دواهم، الله ينصرنا ضعف الضعيفين، ما يضيع أجر المحتسب، لا رعاهم حاجاتهم خاصة ولا هم معاقين، يلا عسى الرحمات منك تغشاهم، يلا عسى